الحيوانات هي من الحيوانات الأليفة المفضلة الإنسان على غيرها وتربية ببيته. اللي بيميزها عن غيرها من الحيوانات شكلها الحلو وهضمتها وملمسها الناعم. من فوائد البسينات على الإنسان إنه بتشيل الهم عن القلب، بتريح الأعصاب، بتحول الطاقة السلبية لطاقة إيجابية. أكيد فيكم تستخدموا تصيروا على أدوية الأعصاب تشتروا بسينة. من فوائد البسينة على الأشخاص المسنين والأرامل والعزابية اللي عايشين لحالهم إنه بتنسيهم معنى الوحدة. أكيد في عندها كتير فوائد على الأطفال والولاد الصغار، إنه بتحسسهم بالمسؤولية بتخليهم يصيروا أحسن مع المجتمع. تصادفت والتقيتوا بأشخاص مرتاحين ومبسوطين مع حالهم، فكونوا أكيدين إنه عندهم بسينة بالبيت. وبعدكم لهلأ عم تفكروا إذا بدكم تجيبوا بسينة لقلكم أو لأولادكم، أنا بدالكم جيبوا بسينتين. شو بعدكم ناطرين؟